للذلة هيهات، حاجتنا صبر وثبات، حاجتنا صبر وثبات. أحد عشر عاما وهم يرزحون خلف القضبان، ذاقوا خلالها شتى صنوف التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من العلاج ومن لقاء الأحبة، إلا أنهم كالجبال الشامخات الثابتات لم يتزعزع إيمانهم بعدالة قضيتهم ولا بحتمية تحقق مطالب الشعب. لم توحشهم زنازين آل خليفة ولم يرعبهم جلادوهم من المرتزقة. هذا أنا قاعد أعاني من أراضي كل فترة اللي سويتونا فيه، الآن قاعد يتعاقبوني بسبب قضية شعارات ما أدري شنو، قاعد يتعاقبوني يوقفون كل العلاج مالي. تجد هذا الصبر والصمود والأمل في خطابات أستاذ البصيرة عبد الوهاب حسين، آخرها ذلك الذي صدر بالتزامن مع الذكرى 11 للاحتلال السعودي للبحرين، يشكو فيه من مصادرة السلطات الخليفية لأبحاثه التي يعدها مثل أبنائه، يتحدث عن التعذيب والانتهاكات داخل السجون وهو صابر محتسب لا يأبه للدنيا وما فيها طالما أنه سائر في طريق الحق، يبعث روح الأمل واثقا من النصر الحتمي على الخليفيين، يهزأ بسياساتهم التي يظنون أنها تطيل أمد حكمهم، يؤكد أن مصيرهم الخسران. وكيف لا يحمل الأستاذ مثل هذه الروح المؤمنة بالنصر وهو مفجر ثورة 14 من فبراير؟ لقد فشلت السلطة في أن تسقط إرادتكم. نتلمس هذا الثبات كذلك في مواقف الرمز حسن مشيمع، يرفض مقايضة سجن يعيش فيه حرا على حرية كاذبة فيها عبودية للخليفيين خارج أسوار السجن. أنا أكبر دور الشباب وأكبر دور كل هؤلاء رجالا ونساء شبابا وشابات، أنتم من تصنعون المستقبل، أنتم من تحرروننا من كل هذه القيود التي عشناها على ربح من الزمن، أما الأكاديمي عبد الجليل السنكيس فلا ينفك يطالب بالحقوق ولا يرضى بجور الخليفيين. وبعد 11 عاما من السجن ورغم تدهور وضعه الصحي يدخل منذ أكثر من 8 أشهر في إضراب على الطعام. نفوسهم حرة أبية داخل السجن لا يعرفون معنى الانكسار ولا رفع راية الاستسلام، وفي مقابلهم انبطاحيون يعيشون حرية كاذبة يستجدون عفوا من الخليفيين علهم يعيدونهم إلى بيت طاعة جلاديهم ومضطهدي شعبهم، لا هم لهم سوى نيل مناصب زائلة أو تغيير البوصلة من مدعي المعارضة إلى مطبلين. شتان بين الفريقين، فريق يضحي بدنياه من أجل آخرته وآخر يضحي بآخرته من أجل دنيا غيره. الحصاب الظالمة.